قرآن أوله وآخره من معلمي، وهذا قبل شهر السابع، ليعلم الناس هذه الكلمات التي غابت عن عقولهم، لأن قلوبهم وعقولهم غلف. نقول للناس يقول معلمي واكتبوه أول بيان له. قال لي معلمي: بسم الله الرحمن الرحيم، واتلو عليهم آيات من الذكر الحكيم لعل الناس يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الناس، يقول معلمي لكم: حينما أتى السيد الخميني روح الله، كان أولا من أتى ويحمل لكم البشرى ويوم خير فاجتمع